مسألة بزوغ الصين كقطب من أقطاب عديدة عديدة، مش واحد بس. وهو ده اللي احنا شايفينه النهاردة. روسيا هي اللي بتمثل الردع النووي بتاعها، هو اللي مخلي الأزمة الراهنة تقف، ما تتحولش لحرب عالمية تانية. ازاي بقى مصر تالتة أسف ازاي مصر تستفيد من هذه الأزمة وتتعامل معها لتقليل خسائرها وتعظيم فوائدها، غير الموضوع الاقتصادي، وإحنا داخلين في مفاوضات مع منظمات دولية للحصول على قروض ومن مانحين للحصول على قروض جديدة. الحاجة المهمة هو إن إحنا نمنع الدول المناوئة لنا من إنها تملى الفراغ اللي بيتركه كل من روسيا وأمريكا الاثنين على فرضية أن هناك فراغ. في فراغ فعلا، الفراغ هقول لحضرتك هضرب لك مثل بيه، يعني الفراغ مثلا أن روسيا القوات المولية ليها المأجورة وغير المأجورة بتخرج من ليبيا النهاردة. احنا مش عايزين تركيا تستولي على المناطق اللي كانت روسيا موجودة فيها، ده هيهدد أمني القومي. ده اللي نفس اللي بتحاول تركيا تعمله في سوريا، في شمال سوريا. وده اللي بيتدخل الإيرانيين بشدة علشان يحاولوا انهم يمنعوه. احنا مصر لابد لها من اتصالاتها الدولية، وانا بكرر تاني اتصالاتها الدولية اللي اقصد بيها لكل الاقطاب، يعني كل ان احنا نهتم بالصين مش معناها ان احنا هنتخلى عن علاقة 40 سنة مع الولايات المتحدة. مفهوم. دي علاقة انا خدمت في السفارة في امريكا 3 مرات. المهم ان احنا لازم يا جماعة عندنا حوار عربي صيني كان لازم القاهرة هي اللي تستضيفه. احنا في حوار عربي صيني من سنة 2005، انا رحت بكين على في هذا الحوار سنة 2007 بين 2008. يعني الـ لازم اهتمامنا بالعلاقة. معلش انا اسف على المقاطعة. الدبلوماسية الصينية شوية بعافية، بمعنى انها ناشئة. يعني ناشئة واقتصادية، ما لهاش ايادي كده مثلا، حضرتك عارف لهاش وسائل. حتى ده تاريخ، يعني حتى ده انا مش عايز اقول انها اتحولت ليه، لكن هي مثلا عاملة مبعوث للقرن الافريقي، انشط من مبعوث الامريكي للقرن الافريقي. التجارة بتاعتها مع القارة الإفريقية مرة ونص التجارة الأمريكية، الميزان كله سبب الصين، ومع العالم العربي. ده صحيح. الأهم بقى من كده إنها ابتدت تتدخل في النزاعات، فمن هنا إحنا نقدر نوظف المبعوث الصيني. فرط القوة اللي اتكلم عليها الأستاذ عماد خلاص بقى موضوع السد. فرط القوة موضوع السد، وهو ده اللي حرك النهارده. يعني جولة لافروف اكشولي هي اللي حركت المبعوث الامريكي للقرن الافريقي انه يتحرك ويعمل هو ده اللي انا اقصده. انا ما بتكلمش على مفهوم زمان بتاع عدم انحياز، انا بتكلم على مفهوم جزء من العولمه. على فكره يا جماعه، الصين لعبت بقواعد اللعبه الغربيه لكي تتحول الى قطب. لعبت بهذه القواعد اقتصاديه وليبراليه. الغرب ما كانت امينه على العولمه اكتر من الغرب هو اللي خان هذه هذه واهمها لسيفير لسي باسي. اهم حاجه في الليبراليه دعه يعمل دعه يمر، ولا دعوه يعمل ولا دعوه يمر لما بقت اللاجئين كانوا من سوريا، لكن لما كانوا من اوكرانيا. اللي انا عايز اقوله انه من ناحيه نفعيه بحته، احنا محتاجين نخش في حوار مع اطراف هذه الازمه، سواء كانت روسيا او امريكا وهو الاهم، او القطب الناشئ الجديد في هذا النظام متعدد الاقطاب، علشان نعرف النهارده لما الهند تبقى بتفتح حوار مع إسرائيل مع الولايات المتحدة ومع الإمارات اللي بيسموه U2I2 ده ولا 2UI اللي بيحاولوا يقاوموا الحزام والطريق الصيني. الحزام والطريق الصيني
مرصود له 6 تريليون، المحاوله الغربيه مرصود لها 600 بليون، الاثنين على 10 سنين، الاثنين على 10 سنين. اللي انا بس عايز اقوله تعليقا برضو على الجامعات والجامعات الكويسه حضراتكم عارفين ان النهارده الكوتيشنز اللي في البحوث العلميه بتيجي من دوريات صينيه، كل الحاجات اللي هي الفيزيكال ساينس مرة ونص زيادة عن البحوث اللي بتيجي من دوريات. وقلت قبل كده البراءات الاختراع يا جماعة، براءات الاختراع 1.5 مليون براءة اختراع صينية السنة اللي فاتت مقابل 500,000 فقط أمريكية.